السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من العناوين. في العنوان الأول لدينا: استمرار المظاهرات والاعتصامات في محافظة المثنى وسط تضييق حكومي على المعتصمين ومحاولات متكررة لفض الاعتصامات. في العنوان الثاني: إزالة خيم المعتصمين والاعتداء عليهم من قبل القوات الحكومية، أبرز ما شهدته المظاهرات في البصرة. وفي العنوان الثالث: طعام وشراب مجاني وبجهود ذاتية، هي الخدمات التي وفرها المتظاهرون لبعضهم البعض. هذه الصورة من مظاهرات ساحات العزة والكرامة. في العنوان الرابع: أزمة المياه الصالح للشرب تتفاقم في العراق وغياب حقيقي للمياه النقية. أهلا بكم. تتواصل فعاليات الاعتصام المفتوح بساحة الاحتفالات بمحافظة المثنى لليوم الرابع على التوالي وسط إجراءات أمنية مشددة، فلنشاهد. ونتابع أيضا مع حضراتكم جانبا من هتافات المعتصمين بساحة الاعتصام في محافظة المثنى أيضا. في محافظة المثنى هناك تضييق حكومي على المتظاهرين الذين يقومون بنصب خيامهم أو الاعتصام في أماكن أمام مجالس المحافظات أو في الطرق العامة، يمنعون عنهم الطعام والشراب قدر الإمكان حتى يضيقوا عليهم الخناق لكي لا يشعروا بارتياح بأي فترة من الفترات، وبالتالي يدفعوهم نحو إفشال هذه المظاهرات بشكل أو بآخر. لكن هناك إصرار كبير من المتظاهرين ومن المعتصمين في محافظة المثنى وكذلك في محافظات العراقية المتبقية. يا جيش يا سور الوطن لا تصير ويا الظالم، كان هذا هو جزء من هتافات شباب البصرة في مواجهة قوات مكافحة الشغب، وذلك أثناء فض الاعتصام المفتوح أمام مبنى مجلس محافظة البصرة، فلنشاهد. يا ظالم يا
تابعتم مشاهدينا الكرام فض اعتصامات بالقوة. المتظاهرون يؤكدون استمرار اعتصاماتهم حتى بعد مصادرة خيام المعتصمين وتهديمها من قبل القوات الحكومية. وسع الميدان عيب يا عباس. اسمع 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 يا ولد. سمعوا يا ابن الحاج. مو طلب عندنا مطالب. ونبقى في محافظة البصرة. القوات الحكومية استخدمت الرصاص لفض اعتصامات المتظاهرين قرب حقل غرب القرنة 1. فنشاهد. مظاهرة سلمية وكل شيء ما مسوين، حتى تايرات منعونا نحرق، قلنا ما يخالف. وقاعدين بالشادر جاي نتغدى، اجى شات البلا مال التمن ورصاص حي علينا رمي مباشر، وهاي الاطلاقات الناريه 16 هاي اشوفها دوشقه، وقام يرمون علينا ها، واحتقلوا اربعه من عندنا، اثنين طلعوا واثنين راحوا الشيوخ طلعوهم. متظاهرين سلميين وجاي نطالب بحقوقنا، هل يصير يرمون علينا؟ هل تشوفون بعينكم؟ كل الموجودين هنا القضيه راح تستمر مظاهراتكم. تجاوز ديسه يرضى الله محمد، وانا شو مسوي؟ كل احنا قاعدين بالشارع والشادر نطالب حقوقنا. وهم راشن تقدموا بدباباتهم والدروع مالهم. لا محتدين عليهم ولا واحد ماسهم نهائيا. ويا مرجعيه شوفوا الاطلاقات. شوفوا هذا العتاد اللي علينا مرجعيتنا. هاك زين لولا ورمونا بالحادية. احنا دواعش. زين لولا احنا دواعش. احنا دواعش. احنا ناس لو ناس سلمية احنا. الجميل في هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات ان كل ما واجهت به الحكومة المتظاهرين من قمع وضرب وقتل زادتهم قوة وإصرار على البقاء في الشوارع. هذه الأمور من الأمور الملفتة التي تدل على كسر حاجز الخوف والقلق والرعب الذي سببته هذه السلطة وميليشياتها. وبالتالي ربما يتأمل الآن أو يتفائل الكثير من العراقيين بهذه المظاهرات والاعتصامات ويدعون لها بالاستمرارية، وكذلك يدعون إلى خروج المزيد من المواطنين إلى الشوارع لدعمها ومساندتها. وبالحديث طبعا عن الدعم والمساندة في ظل هذا الحر فصل الشتاء، ومعتصمين ومتظاهرين يظلون أياما في الشوارع يحتاجون إلى طعام وإلى شراب. تقديم وجبات الطعام للمتظاهرين السلميين في محافظة البصرة والمعتصمين كذلك، بدلا من تقديمها خلال الزيارات الدينية. المعتصمون أولى. فنشاهد. عمي ما اريد انا اشبع بالحسين من هاي المواقف. شلون السؤال؟ باعوا ايدي افترني منه. ما ادري حسب ناس وصل ساعه واقف ما حد يجي منه. الواتساب؟ لا بس لا فدي لا هاك ايدي افتر منه ما اطلب منه. الآن أريد منكم مشاهدين الكرام أن تركزوا في هذا المقطع الذي سنعرضه الآن.
امرأة تتبرع بالثلج لتقديم المياه الباردة للمعتصمين في محافظة البصرة، وتناشد العراقيين للنزول إلى الشوارع لتغيير الحكومات التي جاءت بعد عام 2003. ركزوا فيما ستقول. اهالي البصره الابطال فقط، جبان خليك عدل بشيرات ما تو يقعد يمزه ويكتب البيت. ندعو اهالي البصره الشيوخ الابطال الشباب النساء ان يحذو حذونا وياتي الى هنا لقلع الفاسدين. اللي يقعد ببيته خليل بشيرات وارجع اشرف له. استمعتم الى هذا الحديث، وينتظر العراقيون المتظاهرون من بقيه العراقيين أن يخرجوا للمساندة. لا يكفي بضعة مئات، لا يكفي بضعة أفراد، بضعة عشرات، يحتاج العراقيون، يحتاج المتظاهرون إلى مزيد من الأعداد كما استمعتم، لكي تصبح فعلا مظاهرات وتتحول إلى ثورة إن أراد المجتمع العراقي أي وحولها إلى ثورة. طبعا معاناة البصريين أمر مفضوح في العراق وبات علما عند الجميع. استمرار معاناة البصريين من ناحية مياه الإسالة بالرغم من عودة الحكومة أو وعود الحكومة لتحسين الواقع الخدمي بعد المظاهرات الأخيرة، وعود، دعونا نشاهد التطبيق. طين وليس ماء. مشروع ماء أبو الخصيب في محافظة البصرة مشروع متوقف منذ سنين، خالي من العمال، متوقف عن العمل. وعود أعطيت بإيصال الماء العذب للأهالي هي وعود تخديرية لا شيء على أرض الواقع. فلنشاهد. هاي خزانات المشروع من 2005 ولي هسه ما مشغلين الجماعة. والله شنو عناد المحافظات، محافظة العفو ويا الأحزاب وطايح فيها الشعب. سيد. نعم سيد. جاي صور الخزانات انا. اي هاي من 2005 ولي هسه المشروع. الكاكات مجيمة بس خسائر فلوس ببلاش عناد الأحزاب ويا المحافظة. ايوه. والسيد القائم مقام المغرب اشغل لكم في شغل في شغل المغرب والله. يلا هاي المضخات شان خزانات مزنجره ومزرفه وكل شيء على حطته من الشف قبل لكم. اهلا بكم. هل تذكرون مشاهدينا الكرام عندما اهبط ابن هادي العامري الطائره التي قدمت من لبنان الى العراق بسبب تاخره عنها؟ طيب هذا نموذج كان من النماذج الكثيرة للمسؤولين وتعاملهم مع هذه الخدمات العامة طبعا المخصصة لكل العراقيين. هذه المرة طائرة قدمت من طهران رحلة، تأخر الركاب بالنزول عن الطائرة بسبب وجود معمم
هذا المعمم لديه سيارات خاصة انتظرته أمام الطائرة، أمام السلم الطائرة، ولم يستطع أحد من الركاب أن ينزل من على متن الطائرة إلا بعد أن نزل هذا المعمم مع أفراد عائلته. دعونا نشاهد، طبعا في مطار بغداد الدولي، دعونا نشاهد كيف صور الركاب العراقيون هذا الموقف. الآن قابل الطيران، شوفوا السيارات الآخر موديل وين توقيت، وشخص معمم راح ينزل. لا لا معمم ما يدري معمم. اي طبعا هاي طبعا شوف الناس البخرة بالشمس، نزل 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 الشيخ الله يحفظه. يا صلوات على محمد. هذا منو عبد المهدي؟ لا 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 هذا عبد المهدي الكربلاي. لا يا بلا هذا وياه ما لا شيء هاي بمطار هنا هاي هاي خطوة جو عراقية نقول العالم محبوسة بالحرب وهذا الشيء. لماذا لا يستقل هذا المعمم طائرة خاصة إن كان يمتلك هذه الحمايات وهذه السيارات الحديثة؟ ما الذي دفعه إلى يركب طائرة مع بقية المواطنين؟ هل هو التواضع؟ إن كان تواضعاً لماذا لم يسمح لهم بالنزول معه؟ ما الأسباب التي تدفع هذا الشخص الذي لديه سيارات وحماية قد تعادل ما يملكه وزير في دول أوروبية متقدمة؟ شاهدناهم وهم يركبون مترو الأنفاق أو القطارات أو الدراجات الهوائية حتى. دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا المقطع على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. سليمان العربي يقول بالعافية خلي يأكل بخياراتكم وانتوا صيحوا هيهات منا الذلة. ظلوا صيحوا. في تعليق آخر حسن يقول هي ليش المرجعية انطت فرصة 4 سنوات للأحزاب؟ لأن الطرفين مستفاد والعاقل يفتهم. لدينا محمد يقول من يتحمل سوء هذه الأفعال ومن يعاقب ويحاسب العمامة ذات الحيلة والرياء حيث أصبحت رمزا يشوه بالعلن. طيب أردان يقول لو كانوا يقتدون بطريقة الرسول وأهل بيته ما كانوا يتصرفوا على هذا النحو، اللهم عليك بهم يا رب. في تعليق آخر أبو مهموم أو محمد يعني يقول أريد أفتهم زين هذا شلون يطلع بدون ختم جوازه من المطار؟ يعني يسأل، يحتاج هذا الموضوع إلى تفسيرات. وآخر تعليقات لدينا بهذا الخصوص أم روى تقول عمي بلد مخربط وشايفين أو ما شايفين وشافوا صعبة، والله الله يكون بعونك يا عراق. يعني كانوا خرجوا من العدم وأصبحوا يمتلكون المليارات هكذا يراهم العراقيون، فكيف هو حال الفقير عندما يغتني فجأة وهو ليس بصالح، هو إنسان ليس إنسانا صالحا، والنتائج أثبتت على الأرض. نراكم بعد قليل. إيران عدوة العراقيين، هذا هو الوسم الذي تفاعل معه النشطاء العراقيون على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. معنا أول تغريدة، ضاري الخالدي يقول إنهاء اعتصامات البصرة بالقوة، ولا تزال الحكومة غير دقيقة وصادقة في تلبية مطالب المتظاهرين التي وعدتهم بها وما زالت عاجزة، هذا هو المشهد الدراماتيكي في العراق. ولدينا أيضا ضمن التغريدات محمد العبدلي يقول عندما ساد المالكي قتل أبناء المناطق الغربية، وعندما ساد العبادي ضحى بأبناء الجنوب وجوع رعاياهم، والاثنان من حزب الدعوة. التغريدة الثالثة من أحمد سالم، إيران تتخذ من العراقي درعا لها وتستغله من أجل مصالحها السياسية بغطاء ديني، وقالت إيران العراق هو عمقنا الاستراتيجي. وآخر تغريدة لدينا، نورة تقول ذيول إيران اليوم ما ينامون من وراء الهاشتاج أفيش مي بارد بشهر آب اللهب أو اللهاب.
كان هذا ما لدينا من تغريدات في فقرة هاشتاج نراكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. دعونا نتابع الآن مشاهدينا الكرام تفاصيل انهيار الاقتصاد الإيراني وخسارة العملة الإيرانية لقيمتها أمام الدولار، فلنشاهد. ونتابع أيضا مرض الزهايمر، دعونا نتعرف عليه ونعرف ما هي تفاصيله وكيف يحدث. المخ هو مدير شبكة الاتصالات في الجسم، ينظم العمليات الإرادية وغير الإرادية وكذلك الذاكرة، لكن هذا المدير قد يصيبه الخرف. أشهر أنواعه مرض الزهايمر. أحد المتهمين بالتسبب بالزهايمر هو بروتين البيتا أميلويد الذي ينتج عن تكسير بروتين آخر ضمن مكونات غشاء الخلايا العصبية. حين يتراكم البيتا أميلويد يصنع كتلاً لاصقة في منطقة الروابط العصبية تعطل انتقال الإشارات. الخلايا المصابة تعاني تشوهاً في شكل بروتين تاو المسؤول عن حفظ بناء الخلايا وانتقال الغذاء داخلها. هنا يفقد المدير السيطرة، تصاب الخلايا بالتهابات شديدة تؤدي إلى تدميرها ويدخل جهاز المناعة على خط المواجهة. الإصابة تبدأ في مركز الذاكرة والتعلم ثم تمتد إلى بقية الدماغ وتؤدي إلى انكماش نسيج المخ. أغلب حالات الزهايمر تظهر أعراضها بعد تجاوز 65، تبدأ بالنسيان وعدم إدراك الوقت وتضييع الطريق في الأماكن المألوفة، وتتطور إلى تغيرات سلوكية وصعوبات في التواصل وتفاقم النسيان. وفي المراحل المتقدمة لا يدرك المريض الوقت أو المكان، ولا يتعرف على أهله وأصدقائه، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه في المهام العادية كالمشي. الملايين يعانون من الزهايمر ولا يوجد علاج للشفاء منه. منظمة الصحة العالمية تنصح بمواجهة عوامل الإصابة بالأمراض الوعائية ومواجهة السمنة والاكتئاب واتباع نمط حياة صحي. هل عايشتم حالات لأمراض الخرف؟ عفانا وعافاكم الله جميعاً مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى الختام. نشكركم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.